علمنا لوقا الإصحاح الخامس اللي فيه السيد المسيح قال لبطرس من الآن تصير صياد للناس. كتير مننا بيشتاقوا يخدموا ربنا وبنقعد في الكنيسة كل يوم نلاقي ناس تيجي تقول لنا يا ابونا عاوز أخدم، وده شيء حلو جدا وبنفرح بالناس ديت. اللي عاوز يخدم لأنه خلص شغله وطلع على المعاش، واللي عاوز يخدم لأنه عنده وقت فراغ، واللي عاوز يخدم لأنه من زمان كان ما جاتلوش فرصة يخدم وهو صغير فعاوز يخدم دلوقتي. إنما اشتياقات الخدمة موجودة عند ناس كتير. كل واحد فينا يتمنى إن السيد المسيح يميل عليه ويقول له تعالى أنا هخليك خادم معايا، هخليك صياد للناس. نتأمل مع بعض النهاردة ليه السيد المسيح قال الكلمة دي لبطرس. القصة اللي احنا عارفينها ان بطرس واخوه ويعقوب ويوحنا قعدوا طول الليل يصطادوا وما اصطادوش، ولما طلع الصبحية وخلاص فرصة الصيد انتهت وابتدوا يغسلوا شباكهم، وبعد ما غلصوا غسيل الشباك ونشروها جه السيد المسيح وقعد في المركب بتاع بطرس وقعد يوعظ منه الناس. كان الناس بيتزحموا على المسيح، فكانت الطريقة المحببة لي انه يقعد جوه المركب ويخلي المركب تدخل حاجة بسيطة في المية والناس قاعدة على الشط بنظام وبهدوء تسمعه. أول حاجة نشوفها في بطرس إنسان في مهنة شاقة جدا، مهنة الصيد، طول الليل عمال يصارع الأمواج وطول الليل عمال يرمي الشباك ويشدها مع خيبة أمل ومع برد ومع إحباط، وبعد ما يخلص يوم شاق من العمل قبل ما يقوم يروح بيته يجي أحد المعلمين الأتقياء يقول له أنا عاوز المركب بتاعتك أقعد أوعظ فيها الناس. طب ما تقعد على الشط يا رب، ما تقعد في مركب يوحنا زميلي، أنا تعبان ومرهق. ولكن أول حاجة بطرس كانت عنده استعدادات طيبة للخدمة حتى لو ما كانتش خلاله. عاوز توعظ المركب تحت أمرك. وخلوا بالكم وعظة السيد المسيح ما كانش كلمتين كده زي ما احنا بنقولها في وعظة القداس ربع ساعة تلت ساعة ونخلص ونمشي. ده كان ممكن يقعد من الصبح لآخر النهار. وفي معجزة إشباع الجموع من السبع خبزات والقليل من صغار السمك قعد ثلاثة أيام في البرية يكلم الناس، لأنه كلامه كان معطي الحياة والناس ما كانتش بتزهق، كانت دايما فرحانة. فالمسيح لما يقعد يتكلم، لما طلع على الجبل يوعظ قعد يقول كلام مختصر موجود في إنجيل متى في ثلاث إصحاحات، متى 5 و6 و7. إنما بطرس لأنه عنده اشتياقات قلبية للخدمة ولأنه قلبه كان حلو ولما يسمع كلمة ربنا يفرح بيها ما يزهقش منها ما يتبرمش منها، قعد مع الناس وسمع بالرغم انه كان طول الليل مرهق وتعبان. تمام، يبقى دي اول حاجة ان هو كان عنده استعداد انه يخدم الاخرين من خلال انه يقدم مركبه للسيد المسيح يوعظ منه. والحاجة التانية ما كانش يزهق من سماع الوعظ الحلو، كان يفرح لما حد يجي يكلمه. في ناس لما تيجي تكلمها بكلمة ربنا يقول لك فضة هصيرة، طب خليها بعدين، طب قول لنا ترتيلة، طب ايه اخبار الكورة، ما عندهاش استعداد انها تسمع. تالت حاجة لما السيد المسيح قال له القي ادخل للعمق والقي الشبك، لانه كان متأثر بالوعظة فطاع هذا المعلم الصالح.
خلوا بالكم مش المسيح مجرد واحد غريب قال له ادخل اصطاد تاني فاصطاد، لا، هو ده حلاوة كلام المسيح. المسيح كان بيغير الناس بكلمة، وكان بيغير الناس بنظرة، زي لما نظر إليه المسيح نظر لبطرس برضو أيام المحاكمة فخرج وبكى بكاء مر، وزي ما المسيح كان جنب اللص اليمين على الصليب وأذاب قلبه بمحبته. فبطرس أطاع لأجل كلمة ربنا اللي كان لسه سمعها وعاملة فيه. ودي نقطة مهمة جدا، مش هعرف أكون خادم لربنا إلا إذا كنت في لقاء دائم وفي علاقة شخصية مع ربنا، بسمع صوته في الكتاب المقدس وبقعد معاه وبتكلم معاه. مفيش خادم بيخدم لأنه حبب الخدمة باللاسلكي كده ومن منازله. هو سمع الوعظة، فلما صاحب الوعظة قال له ادخل قال له حاضر. ودي طريقة المسيح الحلوة اللي الآباء اتعلموها وعلموها لنا في الخدمة، لا يخلص عن طريقك إلا الذي تحبه. لما بطرس قعد جنب المسيح ولقى حلاوة كلامه خلاص بقى عنده استعداد إنه يطيع. الخدمة مش أوامر ولا وصايا ولا توجيهات ولا نصح ولا أي حاجة، الخدمة هي محبة، والمحبة بتيجي عن طريق العلاقة الشخصية. والعلاقة الشخصية ابتدت مع بطرس لما قعد يسمع الوعظة في المركب. ودخل بطرس يصطاد من جديد وهو مرهق وتعبان، واصطاد سمك كتير جدا جدا، جاله رزق. ليلة كاملة ما اصطادش فيها سمكية واحدة وجاله رزق مش يملى المركب بتاعته، ده يملى مركبه ومركب بتاعت يوحنا ويعقوب وبزيادة عن مركبتين، لدرجة ان المركبتين لما شدوا الشباك ابتدى المركبتين تغرق. يعني السمك اللي اصطاده بطرس فوق حمولة مركبتين، يعني واحد كده قاعد ويجيله رزق من السماء يقع عليه من السماء فلوس متلتلة وخير متلتل. رد فعله ايه؟ في ناس في العالم يقولك يا فلان ده جلنا منه الخير، ده تصاحب عليه، ده راجل مبروك خيراته كتيرة. وفي ناس بتمشي ورا ربنا علشان المرتب والصحة والعلاوة والبيت والأرض والفلوس تيجي كده هوت. اعطينا اليوم اعطينا اليوم اعطينا، احنا بنصلي لك مش اعطينا كففنا، لا، عاوزين كل علاقتنا مع ربنا نحبك يا رب لأجل عطاياك الجزيلة، هندي العشور عشان تفتح قوة السماء وتخر منها فلوس، هنديك عشان بيقولوا ربنا ما يباتش مديون، احنا بندي عشان ناخد. لما ربنا ادى بطرس رد فعله كان مختلف، اداله سمك يكفي مركبين واكتر، وبطرس يقول له السمك دوت من انسان بار وانا خاطي، ما فيش شركه بين النور والظلمه، اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطي. السمك ده انت لو قعدت معاه يا بطرس هتكسب كتير، ده صيد يوم واحد يكفيك تريح الاسبوع كله بعده ويمكن اكتر. هو ما بيهموش بالمكاسب المادية، هو لما تلاقى مع المسيح وسمع المسيح وحبه بص لنفسه، وده الاتضاع الحقيقي ان الانسان يعرف انه خاطئ جدا. هو اللي سجد، كان 4 تلاميذ في المركبين، يقول لنا الكتاب بطرس خر عند قدمي المسيح، بطرس اللي قلبه التهب، بطرس اللي حركته المشاعر، بطرس اللي كشف من حياته كشفت حياته في لحظة قدامه وشعر انه رجل خاطئ لا يستحق ان يكون موجود مع هذا المعلم الصالح، اخرج يا رب من سفينتي. الانسان اللي متضع اللي عارف خطاياه كلمة ربنا تشتغل معاه بسرعة،
وكلمة ربنا تثمر. الإنسان المتعالي يقف في وعظ يقول لك الكلام دوت أنا عارفه، والكلام دوت أنا قريته، والكلام دوت للخطاة الآخرين اللي موجودين في الكنيسة، والكلام دوت ما مش محتاجه إنسان بر زي. والإنسان المتضع ممكن يسمع كلمة من طفل صغير وينتفع بيها جدا، زي أبو مقار لما قال لطفل في السوق قال له أنا جعان وكلت، ثلاث مرات يسأله وانتفع بالإجابة بتاعت الولد. أخرج يا رب من سفنتي، أنا ما يهمنيش السمك وما يهمنيش الرزق وما يهمنيش الفلوس، وعلاقتي بيك مش هتبتدي النهاردة أنك أنت معطي خيرات جزيلة، أنا علاقتي بيك تبتدي أنه لا يليق إنسان بخطيتي يقف قدامك. وده اللي بنقوله في كل صلوة لما بنقف نصلي صلاة الشكر، نشكر صانع الخيرات. خيراته إيه؟ ستر علينا إحنا الخطاة، أعنا إحنا الضعفاء، أشفق علينا إذ كنا في كورة بعيدة. شكرنا ربنا مش لأنه أعطى عطايا مادية، ولكن شكرنا لربنا لأنه ترأف علينا في ضعفنا وخطيتنا. ولأنه بطرس يسمع وعظة بعد ليلة شغل، ولأنه بطرس يقدم مركبه بتاعته وهو مروح ينام في بيتهم، ولأنه هو يطيع المعلم ينفع يبقى خادم. هي دي مقومات الخادم. الخادم اللي هو يبذل نفسه لأجل الآخرين. الخادم، القصة اللي جت في البستان، اتنين ستات سلايف كانوا يحبوا بعض ويختموا خوازهم بلطف واتضاع ومحبة، كانوا ككوكب البرية في القداسة. هي دي الخدمة الحقيقية وهي دي القداسة الحقيقية، مش بالكلام ومش بصنع العجائب ومش بالافتخار. في ناس تقف قدام ربنا تطلب المواهب وتحزن لما نقول لهم مواهب مين يا عم؟ ابتدي بالتوبة. يقول لك انتوا كده يا اباطر زوكس دايما تحبوا الغم والكآبة والتوبة والحزن. احنا عاوزين صنع المعجزات، عاوزين تكلم بألسنة، عاوزين مواهب الروح، عاوزين الناس تبص لينا وتقول علينا ان دول هامات الكنيسة وأعمدتها. وربنا ينظر لإنسان خاطئ يدخل للكنيسة يقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ، فيخرج مبررا. وينظر إلى إنسان يقول له اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. وينظر إلى امرأة تقول له حتى الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أسيادها. والله ينظر إلى المتضعين ويرفع البائس من المزبلة ويجلسوا مع فقراء شعب. أمبرويس اللي الكنيسة أكبر كنيسة في بلدنا موجودة في منطقته على اسمه، كان حتة بياع ملح، ما كانش ليه ذكر في الكنيسة وما كانش ليه رتبة وما كانش ليه قامة، ولكن هو بكل اتضاع الله نظر إنه هو إنسان قديس عظيم. ونذكره في الكنيسة ونعيد ليه ونفرح ببركته، ويبقى المقر البابوي النهاردة يسمى باسمه، المقر البابوي بالأمبرويس، كاتدرائية بالمرقصية بالأمبرويس. هنروح نزور قداسة البابا في الأمبرويس، ويبقى الأمبرويس بياع الملح بهدوم مقطعة هو علم من أعلام الكنيسة. ربنا عاوز القلوب المتضعة، وعاوز القلوب اللي تشتاق ليه، وعاوز القلوب اللي هي مستعدة تسمعه، وعاوز القلوب اللي هي تتفاعل معاه. هي دي القلوب الخادمة. اوعوا تفتكروا في يوم من الأيام لما ربنا في آخر الأيام هيفتح سجل الخدام هنجد الأسماء اللي أنا نظن أنها خدام لامعين، هنجد ناس غلابة وناس بسطاء، وقد يكون ناس أميين، وقد يكونوا مصدرة وغير معروفين، قد يكونوا جهال العالم، ونجد أسماءهم تلمع كالكواكب
تضيء إلى الأبد، لأن هم أحبوا ربنا وخدموه. فقال لهم من الآن أجعلكم صياد الناس. ربنا يعطينا جميعا أن نكون مستأهلين لهذه البركة والنعمة، يقبلنا كخدام له، له كل مجد وكرامة من الآن.